عقدت اليوم بصنعاء ندوة نوعية حول حقوق الملكية الفكرية للإعلاميين، قدمت فيها عدد من الأوراق، أبرزها ورقة العمل المقدمة من قبل الإعلامي حمود منصر مدير مكتب قناة العربية ومراسلي وكالة الصحافة الفرنسية في اليمن. إلى التفاصيل. تواصل للأعمال المتعلقة بحقوق المؤلف الفكرية والحقوق المجاورة، أقيمت اليوم في بيت الثقافة ندوة بعنوان حقوق الملكية الفكرية الإعلامية، حضرها وزير الثقافة الدكتور عبد الله عوبل وعدد من الإعلاميين والأدباء والمخترعين وغيرهم. هذه القضية قضية دولية شائكة، ربما هي واحدة من أهم جبهات المواجهة بين الولايات المتحدة والصين، كنت تعرفون هذا، حقوق الملكية الفكرية في مسألة المخترعات والأفكار. هذه القضية أعتقد أن يتم تجديد قطاع واسع من أجهزة الاستخبارات الدولية لتسقط الأفكار والاختراعات والابتداع والإبداع، جزء من معركة الحرب الباردة كانت وإلى اليوم لا تزال هذه المعركة قائمة بين الكبار المتنافسين. أقول لكم بأن المعلومة ستكون متاحة للجميع. أتمنى أن تتعزز علاقة الشراكة بيننا بين النيابة العامة والإعلام، وأن يكون هناك التزام بالعمل المهني. انعقاد الندوة جاء للتعريف بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ويمثل تطورا نوعيا للشراكة بين وزارة الثقافة ومنظمات المجتمع المدني نحو إيجاد قانون لحماية الحقوق الفكرية. يمثل هذا القانون لبنى في طريق التأسيس لهذه الدولة المدنية الحديثة، لأن حماية حقوق المؤلف هي حماية للإبداع وحماية لكل ما ينتجه المجتمع في الاقتصاد والثقافة والفنون والخدمات. يبقى لصوص الملكية الفكرية في ظل غياب القوانين الحامية والرادعة عن حقوق الملكية هم المستفيد الأكبر، بينما المبدع هو الضحية ماديا وفكريا. إبراهيم الشرعي، حصاد السعيده.